السلام عليكم، كل سنه طيبين. وشي ملعلط هناك. طيب النهارده بقى نحضر ايه؟ عايزه العيد يجي، العيد هيجي الصبح يا روحي. كل سنه طيبين بقى الناس الصايمه. فانا النهارده هعمل، حاضر، هعمل ايه؟ امبارح كنت عامله اكل، فكنت عامله خلطه ممبار زياده، خدت حبه منه. حاضر ماما، لفيت لحد كرنب من عندها اهو، كنت حاطه الخلطه هنا، وانا عندي بط مطلعني امبارح اعمله، بس عايزه اعمله بقى بطريقه حلوه مختلفه، غير السلق والتحمير، غير اللي بالمرتة، هعمله بقى بتوابل مختلفه، احط مستردة، صويا صوص، حاجات كده مختلفه، بحيث نخلي البطه ليها طعم تاني وريحه تانيه وحاجه. عايز تروح عند العيد؟ وبكره العيد وانا عيد. طيب نولع، نحط البطه في الفرن وبعد كده نولع المحشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده في البدايه، ده البط مغسول وزي الفل كده وابيض، وحطينا شويه خل كده وظبطنا. التتبيله بقى، ده كاري زي ما انتم شايفين كده، شويه كاري كده حلوين. هعمل تتبيله مختلفه، مش هنحط فيها بصل، مش هنحط فيها طماطم، الحاجات دي كلها لا، حاجه كده بقى خارج عن المعتاد. ادي كاري وادي فلفل اسود اهو. هنحط بقى شويه توابل الشرق الاقصى، دي عند اي عطار حلوه جدا، بتفرق جدا في طعم الاكل، اللي بتنقله نقله تانية مختلفه خالص. شويه كده حلوين، خد بالكوا ان الشرق الاقصى بتبقى مالحه، عشان تبقوا عاملين حسابها في الملح، ما تزودوش ملح. شويه صويا صوص، صويا صوص عن غامق، اللهم صل على النبي. ايوه كده حلو قوي. نحط عصير ليمون، ونحط بقى شويه ملح كمان وشويه زيت، وكده التتبيله عندي جاهزه جدا وحلوه قوي قوي قوي. هنتبل بقى بيها الفرخه كلها من جوه ومن بره وتحت الجلد وفوق الجلد. طب ينفع صدفه نعمل السمان بالطريقه دي؟ ينفع السمان، ينفع الفراخ، اي حاجه تنفع بالطريقه دي. ينفع نعمل تتبيله لحمه بالطريقه دي ونحطها في الكيس الحراري برده، بتبقى حلوه جدا. وكمان حبيت بقى اطعم شويه مستردة كده حلوين اهم، ما نكترش برده، ناخد بالنا. ايوه كده حلوه قوي 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 كده. صلوا على النبي يا جماعه كده. نحط كمان معلقه صلصه عشان تديها لون حلو، علشان مش عايزين بقى نفضل بقى ايه نزود، لا هو معلقه الطماطم كده في قلب التتبيله حلوه قوي. ونقلب بقى كله في بعضه كده، تتبيله سهله جدا وبسيطه وخفيفه واسهل من كده مفيش. طب يا صدفه انا ما عنديش صويا صوص، مش مشكله، ممكن تستغنى عنه، بس بيفرق جدا في الطعم بتاعه، يعني بتنقل البطه في حته تانية خالص. حتى تاخدوا بالكم الصينيين بيعملوا بط بطريقه غريبه جدا وحلوه قوي، بيقعدوا يسووه في 9 ساعات تقريبا، ويحطوه في الهواء وفي الشمس وفي المروحه. بصوا بقى البطه حلوه قوي، تبلتها كويس قوي كده اهو، دول بطيتين اهو. ايوه كده زي ما انتم شايفين كده بقى، من بره ومن جوه وفي كل حته كده، علشان يبقى فيها طعم التتبيله داخله فيها في كل حته. لو لقيت ريشه ولا حاجه كده ارفعها تحت الجلد ولا حاجه بشيلها كده. تبلتها، هحطهم في الاثنين في كيس حراري، كل واحده في كيس لوحدها، عشان الاكياس اللي عندي صغيره اهو. طبعا الكيس الحراري ما بحطش فيه حاجه، ما بحطش فيه دقيق ولا اي حاجه، هو منه لنفسه كده وما بيلزقش ويبقى زي الفل كمان. وما بحطش ميه في اللي عليهم ولا اي حاجه، انا بكتفي بالميه اللي في البطه بتنزل مع التتبيله والحاجات دي كلها مع كتمه الكيس، كل ده بيخليها تستوي بسرعه من غير اي حاجه. خدوا بالكم الكيس بيهريها قوي. ادي اهو خلاص كده، كل بطه في كيس لوحدها، واربط الكيس كويس قوي من فوق. اهم حاجه يا جماعه الكيس خاطر ما يفرقعش في الفرن ولا اي حاجه، لازم يتخرم خرم كده صغنن فيه. بعد ما احط البط كده، كل بطيه لوحدها، لو عندك واحد كبير حطوا فيه الاثنين، بس للاسف الكبير اللي عندي طلع مش هيكفي حجم البطيتين مع بعض. البطيه ما شاء الله كبيره، الواحده فيهم حلوه قوي ما شاء الله عليهم اهو كده، واحده ونربط بقى الكيس. وحطيت كل واحده معاها الكيبورد القوانص بتاعتها. ايوه كده، ادي البطه اهي، وادي الثانيه كمان اهو. اجيب بقى السكينه ولا حاجه اخرمهم على طول كده الكيسين كده من فوق كده، ده الصوص اللي نزل منهم هحطه في طبق، عشان خاطر بعد ما اطلعهم من الكيس الحراري ادهنهم كده بيه واسيبهم تحت الشوايه يتحمروا. ان انا لما بسيبهم في الكيس الحراري كده مع نفسهم، لازم بحب اشوي وشهم كده برضه، ممكن تسيبيه في الكيس بس لا، بحب اشويهم خارجي عشان ينشف لي الوش بتاع البطه ويخليها متحمره حلوه قوي. ادي كده اهو زي ما انتم شايفين كده، المقص كده وقصيت ما شاء الله كده حلو قوي 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 كده. خلاص كده حطهم بقى في الفرن 1.5 ساعة، بسيبهم على الشبكه براحتهم، وساعات بسيبهم 2 ساعة كمان. بعد 2 ساعة هنبص على البط ونشوفه عمل ايه. واحده كبيره وواحده شباب، عايزيني صح؟ اه، وسلموا عليا وقالوا لي ازيك يا عم عنتر، تدي الطبق ده اللي مع محمود تديه لي انت للشيف صدفه، انت شخصيا طلعوا لي هنا. طيب لما بتوع الزمالك. ايوه بسم الله عليك. اه ادي البطه زي ما انتم شايفين كده اتهرت على الاخر. اللهم صل على النبي. بصي يا عنتره، اللهم صل على النبي. بصي يا عنتره البطه صراحه يا عمي، انت مش عارف انت بتعملي فينا كده ليه؟ انا اروح البلد
ما لقاش اكل كويس اجي ايه غضبان على هنا بيتني. طب اعمل ايه يعني؟ بص يا عنتر البط وبعمله بص اتحرق ده بصراحه دايما ما شاء الله. لا ازاي ارفعيها كده ولا ايه ولا لازم يقعد ده اللي تحت؟ اخشع يا عنتر اخشع يا عنتر. اسكت عايز افهم. سيبيه يروح قلبي ويخلي عنتر يبط ويسكت. يلا يا ده الدهن بس اللي ده عادي مش مرجعيه بقى. طب استني يا بابا. ايه ده شوكولاته دي ولا ايه؟ شوكولاته عشان تبقى حلوه ومسكره. شوكولاته دي؟ ايوه ما باين عليه. اول ما تدوق بط بالشوكولاته؟ اول مره اكل بط بالشوكولاته. هتدوق يا عم عنتر. ده مش شوكولاته. امال ايه دي؟ قول يا ديني. ده سويا صوص. انا ما اعرفش. صح؟ هي انت تعرفي انا ما اعرفش. سويا صوص. هاتي ادوقه ولا بعدين. انت فاطر يا عنتر؟ انا فاطر. انا صايمه. ماشي يا عم. انت ازاي فاطر يا عم؟ ما تقعديش بقى تقلدي فينا. ديني ابعد عني. والله كنت الصبح لقيت عندي مغص شديد قوي والله العظيم. والله العظيم. مش انا اخذت منك من ضد حيوي؟ تعالى يا عنتر دوق المحشي يا عنترة. ماشي يا شيخ. انت كده كده فاطر يا طفس. بس هو تعبان والله بطنه وجعان. ايوه يا شيخ. تعالي معايا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا اجيب لك شوكه خد. اجيب لك عشان سخنه تروح وحش لسانك. يلا. ليه مش حاطه هنا مروحه؟ عشان لما اجي ادوق تبردي لي شويه. النبي صحيح. برا على الترابيزه. ايوه يا عنطره بقى. ايوه. ايوه برافو عليك يا عنطرة. بسم الله ما شاء الله. الله حلو. اقسم بالله روعه والله العظيم. اي خدمه عنطرة. والله حلفت اهو. اي خدمه عنطرة. الله حلو عنطرة. النهارده انا هاكل محشي. ده بص بقى بص بقى شكل البطايه لما تحمر يا عنطرة. بص شكل البطايه. ايه ده ما شاء الله شكلها اتغير. اللهم صل على النبي. بص ها وينفع تتقلب؟ هشيلها اه هشيلها دلوقتي. هطلعها. بس عشان خاطري اصلا مفصل العظم بتاعها مفصص من بعده. لا دايبه دايبه كده كده كده. انت المغبيات اسم الله عليك. لا والله بس يا ماشي ماليش دعوه انا. عايز تهرم حتى انت. بحب انا الدبابيس دي. لا دبابيس بتاع كريم. يعني هو ما لا لا هو عادي مع لو انا اخذت من اي حاجه هاخد. بص العظم يا عم عنتر بيتكسر في ايديك. ايوه 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 خلاص فشفشت. بس ايه رايك فيها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي يا كريم. حبيبي يا كريم. يا عم كرش انت متهيبه. كرشه انت يا عم عنتر. لا العظيم من اول ما شافوني ازيك يا عم عنتر. والله احنا بنحبك. انت كويس مع صوتك يا عم عنتر. دول يا عمي ماشي. يعرفوش اللي فيها يا عنترة. ايه اللي فيها؟ اللي فيها مكفيها يا عنترة. صدفة بتحبك يا عنترة. طيب ماشي يا عم تتعسلون على نحط البطة بقى. ماشي. تقول يا عنترة. بصي اهو انا اكلت الجونزة بس. انا ما اكلتش حاجة تاني. انا اكلت الجونزة وتمام كده. لما ننزل تحت يعدلها ربنا. طب دوقها كده قول لك في التتبيلة بتاعتها. انت كده كده فاطر ودني. عاجز عن الكلام. والله العظيم. والله. عاجز عن الكلام في حتة العظم دي. حلو؟ يلا جربوا يا جماعة البط السهل الخطير ده. تنصح الناس تجربوا بالطريقة دي يا عنتر؟ ما اعرفش بقى والله. يعني بصراحة يا عم خلينا ننزل بالأكل اللي أرد عليك. بص العظم مكسر مفتفت العظم. بص يا عم عنتر شايفه والله شايفه. الجناح نفسه مخلوع. خلاص يعني كل حتة لحمة فيه تتاكل لوحدها. سخن. ما مهلك. يلا.